وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويخرج أحدهما عن الآخر بالقيمة. نعم، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة من اسمها عروض، يعني ما عرض بقصد التجارة، ما عرض بقصد التجارة. يعني أنا الآن مثلا عندي 3 سيارات، لكن هذه سيارة للعائلة، هذه سيارة للبر، هذه سيارة استعملها استعمال شخصي. سياراتي، في ناس كذي عندهم أكثر من سيارة، أمر طبيعي. واحد عنده أكثر من بيت، ممكن منو عنده 3 كمبيوترات بالبيت، لابتوب ولا كمبيوتر ولا شيء؟ عندك 3 للبيع. طيب، ففي واحد عنده أكثر من شيء لكن الاستعمال الشخصي، وفي واحد ثاني لا عنده كمبيوترات لكن يبيع كمبيوترات، يشتري 10 كمبيوترات ويعرضهم للبيع. هذا لما يعرضهم للبيع، يعني إما يحط إعلان بالإنستغرام، يسمونه إنستغرام أو غيره، كذي يحط إعلان للبيع كمبيوترات، للبيع سيارات، للبيع كذا، أو يحط عند الباب السيارة ويحط عليها إعلان للبيع. هذه عروض تجارة، يعني معروضة لأجل أن تباع، سيارات، مسجلات، كمبيوترات، أواني، سجاد، أحذية، أي شيء، أي شيء يباع، طبعا من مما يباح بيعه يسمى عروض تجارة، مع أي ما عرض للناس لأجل البيع والشراء للتجارة، هاي يسمونها عروض التجارة. فقال هنا وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني أنا عندي مثلا 15 مثقال من الذهب، عليها زكاة؟ 15 مثقال من الذهب ما عليه زكاة، قلنا النصاب كم؟ 20، فهذه ليس عليه زكاة. لكن عندي 4 سيارات معروضة للبيع مثلا، قال تجمع ال4 سيارات مع ال15 مثقال، واضح ولا لا؟ لأن عروض التجارة تضم، عروض التجارة تضم إلى الذهب، وتضم أيضا إلى الفضة. فالذهب والفضة وعروض التجارة يعتبرها إيش؟ شيئا واحدا، كلها ملكك، كلها يعني تساوي قدرا من المال أو ما شابه ذلك من الأمور. فإذا قال هنا وتضم عروض التجارة إليهما، أي إلى الذهب أو إلى الفضة لتكميل النصاب، قال ويخرج أحدهما عن الآخر بالقيمة. يعني ممكن عندي أنا مثلا 100 مثقال من الذهب أخرج عنها من الفضة ما يساويها طبعا، أو عندي 1000 درهم من الفضة أخرج عنها ما يساوي من الذهب، لأنهم يعتبرون الذهب والفضة شيئا واحدا، يعتبرون الذهب والفضة شيئا واحدا، ولذلك لا يفرقون بينهما. نعم.